عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مزيانين؟ كنتمنى نتوما كتشوفوا هاد لا فيديو تكونوا راكم بخيرين وعلى خير. ومرحبا بكم في القناه اللي ان شاء الله لاول مره في القناه ديالي غادي نشارك معكم طريقه التحضير ديال التيك توك الغياتيه اللي معروفه بها المنطقه ديال مدينه تازه. ودابا غادي ندوزو للمقادير باش نوريكم المقادير ديال التيك توك الغياتيه. بالنسبه لهاد السلطه سهله بزاف، ما فيهاش المقادير، فيها غير الفلفله الحلوه والحاره ومطيشه. بالنسبه الفلفله ومطيشه انا سويتهم هنايا في الفران، بالنسبه لكم يمكن لكم تسويوه في الفران ولا فوق الفخر ولا فوق البوطه، فاش ما جاكم سهل يمكن لكم تسويوه مطيشه. خصها تجي مشويه مزيان لا هي الفلفله. من بعد ما نقشر الفلفله ومطيشه غادي نرجع لكم، فخليكم معايا باش نوريكم الطريقه ديال السلطه الغياتيه، فخليكم معايا. قشر ديال الفلفله ومطيشه من بعد غسلتهم ودرتهم في الشبكه تقطرهم مزيان ما بقاش فيهم الماء، عاد باش كتقطعهم بشكل عشوائي. من بعد ما نكمل التقطاع ديال المطيشه والفلفله غادي نرجع لكم، فخليكم معايا. يا ليلى وصلت على نبي، 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 يا
هنايا كملت التقطاع ديال الفلفله ومطيشه. دابا غادي ندق الفلفله ومطيشه مع بعضياتهم، غادي ندقهم مزيان. بالنسبه للناس اللي ما عندهمش بحال هذه يمكن لهم يستعملوا الكاس ولا اي حاجه يمكن لهم يدقوا بها، حيت السر ديال التكتوكه الغياتيه كتجي مدقوقه كتدقوها مزيان. فانا غادي ندق هنايا المطيشه والفلفله، منين ندقها مزيان نوريكم. من بعد ما ندقها مزيان غادي نوريكم. الصلاده دابا موجوده هنايا، غادي نغطي عليها حتى يقرب الغدا باش نصايبها وعاد باش نقدمها لكم. هنا من بعد ما وصل وقت الغدا راني صايبت الصلاده. بالنسبه شنو غادي نحتاج لهاد الصلاده الغياتيه، غادي نحتاج الخل والزيت البلديه وشويه زيت الروميه غير شويه. التكتوكه الغياتيه السر ديالها هو الزيت البلديه وشويه الملحه. هنا خديت شويه الملحه، غادي نضيف شويه الخل وشويه الزيت الروميه، ولكن زيت البلديه كديروا زيت البلديه كديروها بزاف، حيت السر ديال التكتوكه الغياتيه هي الزيت البلديه. وكتقدم هكا، كتقدم مع اللحم ولا اي حاجه بغيتو كتقدموها، كتجي زوينه وسهله ما فيهاش بزاف ديال التماره. فكنتمنى تنال الاعجاب ديالكم هاد السلطه اللي شاركت معكم هاد النهار، وبالصحه والراحه. وما تنساوش ديروا لايك وتبارطاجوا مع الناس، والناس اللي مازال ما اشتركنش في القناه كنقول لكم دخلوا تشتركوا في القناه ومرحبا بكم، وفعلوا الجرس وما تنساوش ديروا اللايك ومرحبا بكم كاملين. وبصحه والراحه، ونتلاقاو في حلقه جديده وصفه جديده ان شاء الله. مع السلامه. انا غادي نقدم هاد السلاده هذه في هاد الطباسن هادو، وهادو هما فاش نقدم هاد السلاده. وبصحه والراحه.